أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. وفي حلقة اليوم أكيد هنستكمل الحلقة السابقة، وهي التكاثر في الإنسان. في بداية الحلقة بنرحب بالأستاذة أمل منير، خبير الأحياء بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذة أمل. أهلا بحضرتك يا أستاذ حسن. الحلقة السابقة كنت تناولتي جزء من التكاثر في الإنسان، واكيد طبعا كان متبقي جزء اللي هو الاخصاب وتكوين الجنين ان شاء الله. احنا معانا مجموعه من النماذج لمراحل مختلفه للجنين، ان شاء الله لما يجي ميعادها نبتدي نستعرضها، بالاضافه ان احنا ممكن نعرض فيديو برضو للطلبه بحيث يقدروا يعرفوا مكان الاخصاب وتكوين الجنين داخل الرحم. وبعدين بعد كده بيبقى في موضوعات بسيطه جدا تتكلم على التوائم وعلى بنوك الامشاج وعلى زراعه الانويه وعلى وسائل منع الحمل. بداية مفهوم كلمة الإخصاب، هل يختلف مفهوم الإخصاب باختلاف الكائن أو نوعه؟ يعني هل الإخصاب في النبات يختلف عن الإخصاب في الإنسان، يختلف الإنسان عن الحيوان، ولا نقدر نقول إن مفهوم الإخصاب مفروض يبقى مفهوم واحد؟ هو طبعا مفهوم الإخصاب المفروض بيكون مفهوم واحد، اللي هو اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزيجوت اللي تبدأ تنقسم انقسامات ميتوزية وتتكون اللقاح. لكن لو انا بتكلم عن نبات فانا بخصصه، يبقى اندماج المشيج المذكر وده بيمثله حبه اللقاح مع المشيج المؤنث وهتمثله البويضه لتكوين الزيجوت. موضوعنا النهارده بنتكلم عن الانسان، يبقى اندماج المشيج المذكر اللي هيمثله الحيوان المنوي مع المشيج المؤنث اللي بتمثله برضو البويضه لتكوين الزيجوت او اللقاحه اللي هتنقسم انقسامات ميتوزيه لتكوين الجنين. طيب يبقى ده مفهوم الاخصاب، هو بشكل تقريبا عام مفهوم متشابه عند جميع الكائنات الحيه، هو اندماج نواه مشيج ذكري مع نواه مشيج انثوي. ولو انا بقى حبيت اقوله في النبات هيبقى فيه نوع من التخصيص شويه، لو انا حبيت اقوله في الانسان هيبقى فيه تخصيص اخر على اعتبار ان انا هغير مسمى المشيج. في مهم جدا عشان يتم الاخصاب، في لازم يكون في عدد من الحيوانات المنويه يلزم عمليه الاخصاب. يا ترى ايه هي الشروط الاساسيه الواجب توفرها لاتمام عمليه الاخصاب في الانسان؟ طبعا عشان يتم الاخصاب لازم توفر المشيج المؤنث اللي هو البويضه، يبقى ده لازم يتم بعد يوم التويض اللي احنا ذكرناه الحلقه السابقه، وقلنا في اليوم ال14 وتبدا قناه فالوب القمعيه الشكل تبدا تلتقط البويضه الناضجه. اذا المشيج المؤنث متوفر وطبعا بتظل في وضع حي او صالحه للاخصاب لمده يوم او يومين. الشرط الثاني ان يكون عندي الامشاج المذكره اللي هي الحيوانات المنويه، وطبعا شرط هنا ان الحيوانات المنويه تنتج او تكون موجوده بارقام او باعداد كبيره جدا. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده طبعا واضح معانا في الفيديو ان حصل اتحاد بين راس او اللي دخل راس وعنق الحيوان المنوي مع البويضه. انا عايزه عدد كبير جدا من الحيوانات المنويه. ليه؟ لان كلهم بيشاركوا في افراز انزيم الهيالو يورنيز اللي بيذيب جزء من غلاف البويضه، يعني نقدر نقول كده كله بيشاركوا في افراز الانزيم علشان يحصل اذابه لغلاف البويضه. لكن طبعا اللي بيدخل او اللي بيتحد هو مشيج او حيوان منوي واحد فقط، واللي بيدخل منه هو الراس والعنق. طبعا الراس ليه؟ لانها بتحتوي على النواه اللي فيها نص الماده الوراثيه، والعنق عشان هي بتحتوي على الجسم المركزي او السنتريولان المسؤول عن انقسام البويضه المخصبه فيما بعد. تمام. وطبعا عمر الحيوان المنوي مهم جدا، وعمر البويضه مهم جدا في اتمام عمليه الاخصاب. اعمارهم طبعا داخل قناه فالوب نقدر نقول عمر البويضه من يوم الى يومين، بينما عمر الحيوان المنوي من يومين الى ثلاث ايام. العدد زي ما اتفقنا مهم جدا، في ثلاث ارقام بالنسبه للعدد. في عندي رقم بيقول من 300 الى 500 مليون حيوان منوي، في عدد بيقول ما يقلش عن 20 مليون، وفي عدد بيقول واحد حيوان منوي، وكل واحد ليه معنى. ال 300 ل 500 مليون دول ما ينتجه الذكر في كل مره تزاوج، والعدد الكبير ده عشان يعوض او في نسبه فاقد او هلاك لكثير من الحيوانات المنويه. اما اللي محتاجاه البويضه، صحيح الارقام الجديده وصلت للالاف وليست ملايين، يعني رقم مش مفروض ان احنا هنبقى نقوله او مش هو ده اللي هنمتحن فيه، هنلتزم بكتاب هنلتزم برضه بال 20 مليون، لكن في اخر الابحاث كانت وصلت ل 20,000. ال 20 مليون حيوان منوي كميتهم الكبيره دي بتسهل من عمليه الاخصاب، نتيجه انهم بيفرزوا معا كميه من الانزيم تكفي لاختراق احد الحيوانات المنويه. هذا الانزيم اسمه انزيم الهيالو يورينيز، وهو مشتق او هذه التسميه بناء على الحامض اللي بيتماسك به غلاف بويضه الانثى الانسان، اسمه حامض الهيالو يورينيز. طيب
الاخصاب عاده بيتم في اي منطقه في الجهاز التناسلي الانثوي؟ حضرتك عممت قلت جهاز تناسلي الانثوي كله. طيب المفروض المبيض هتنطلق منه البويضه في اليوم ال14، هتلتقطها قناه فالوب قمعيه الشكل والمهدبه باهداب، هتوصل لفين؟ الثلث الاول من قناه فالوب. لازم يحصل اخصاب في الثلث الاول من قناه فالوب. يبقى مكان الاخصاب في الثلث الاول من قناه فالوب. في بعض فالوب. الناس صحيح التفسير مش في الكتاب، لكن في ناس بتسالني وتقول لي اشمعنى الثلث الاول من قناه فالوب؟ سؤال مهم جدا. ليه الثلث الاول من قناه فالوب؟ اولا البويضه هي عرفناها ان هي خليها ساكنه، يعني لا تستطيع الحركه، فتسقط في الثلث الاول من قناه فالوب بمساعده الزوائد الاصبعيه. ولكن وصول الحيوانات المنويه لهذه المنطقه بتكون فقدت معظم حيويتها نتيجه تناقص الغذاء اللي كانت جايه بيه من الحوصلتين المنويتين، وقد تكون الحيوانات المنويه قد امضت يوم او يومين داخل هذه المنطقه، مما يؤثر على درجه حيويه الحيوانات المنويه. لذا وجد ان هذه المنطقه من قناه فالوب مبطنه بخلايا، هذه الخلايا تفرز سائل يغذي الحيوانات المنويه فينشطها فتسهل عمليه الايه؟ الاخصاب. عشان كده في الثلث الاول مش في اي منطقه اخرى. المعلومه دي ليست لها وجود في الكتاب، ولكن ده نظرا لان بعض الطلبه بيسالوا اسئله فوق المستوى، فطبعا برضو بنقول لهم الاجابات بتاعتهم، لكن في النهايه بنقول ان المعلومه دي ليست مدركه في الكتاب، ولكنها معلومه سليمه يمكن ان انت تستفيد من وجودها عشان ما يبقى ما عندكش اي نوع من انواع التساؤلات. يبقى الثلث الاول من قناه فالوب بيتم فيه الاخصاب، ثم تبتدي بعد عمليه الاخصاب عمليه تسمى عمليه التفلج، والتفلج هي انقسامات ميتوزيه متكرره، بتبقى سريعه في فترتها الاولى، ولكنها بعد كده ممكن تبقى ابطا او اقل تدريجيا. لكن اول 6 ايام او اول 5 ايام ايه التغيرات اللي بتطرا على البويضه المخصبه خلال الخمس ست ايام اللي هم موجوده في قناه فالوب؟ طبعا هي هتتحرك في قناه فالوب عن طريق دفع الاهداب، وبرضه عايزين نبقى مركزين قوي ان الاهداب بتدفع البويضه المخصبه، يبقى البويضه الغير مخصبه مش هيحصل لها دفع عن طريق الاهداب. هنا واضح معانا في الفيديو، معانا البويضه وبيلتف حولها حيوانات منويه، طبعا واضح الفرق الشديد جدا في الاحجام ما بين البويضه وما بين الحيوانات المنويه اللي بتكون موجوده باعداد كبيره جدا، عشان بعد كده يبدا يحصل عمليه التفلج. وطبعا وهي بتتحرك عن طريق حركه الاهداب هيبدا في اليوم الاول او بعد اليوم الاول بتنقسم الى فلجتين، والمعني بالفلجه هو الخليه، يبقى في اليوم الاول هتدي فلجتين او خليتين، في اليوم الثاني الاثنين يبقوا 4، في اليوم الثالث 8، وهكذا يبدا يحصل تضاعف لغايه ما تعدي تقريبا الست ايام، وتبدا بعد كده تتحول الى طور بنقول عليه التوتيا او التوتيه اللي هتكون اندفعت. طبعا الشكل الواضح هنا بيوضح اختراق راس الحيوان المنوي للبويضه، هو كده واضح ان يعتبر راسين، بس طبعا هو اللي بيكمل مسيرته في الداخل هو الراس الاولى اللي هي كانت على اليمين. يبقى خلال حركتها في قناه فالوب هتقعد تقريبا 6 ايام، في نهايه الاسبوع الاول في المرحله دي هيكون وصلت الى مرحله التوتيا او التوتيه، وهتكون وصلت الى الرحم علشان تبدا تنغمس، ومعنى تنغمس انها بتنغمس في الداخل او بتدخل في بطانه الرحم. دي الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، طبعا الرؤوس واضحه هي اللي مدياني شكل اضاءه شويه، والذيول يبقى دي الحركه اللي بتوضح لي الطاقه اللي موجوده في الحيوان المنوي بتساعده على حركته. يبقى مهم جدا الطاقه اللي بياخدها الحيوان المنوي اكيد بيستمدها من القطعه الوسطى، وهي المنطقه اللي تحتوي على الميتوكوندريا، وبيعتمد على سكر الفركتوز زي ما اتفقنا، لان ده السكر اللي كان بتفرزه الحوصلتان المنويتان، فنوع السكر اللي بيستهلكه الحيوان المنوي سكر الفركتوز كانه بيعمل دايت مثلا، والطاقه اللي بيحصل عليها بتبقى طاقه عاليه جدا، ولكن بيستخدمها في عمليه الانتقال. لما بيخصب زي ما حضرتك اشرتي ووصل الى التفلج بعد كده، يبقى لا يدخل من الحيوان المنوي الا الراس والعنق فقط. الراس لان هي المحتويه على الكروموزومات التي تحمل عدد من الجينات اللي هي جينات الاب، وايضا في السنتريولين اللي ليهم دور مهم جدا في انقسام البويضه المخصبه ومرورا الى الفلجتين. بعد الاخصاب يا ترى لما وصلت لمرحلة التوتية دخلت إلى بطانة الرحم، لما بتيجي تدخل التوتية بتدخل تحت غشاء بطانة الرحم، عشان كده بنقول تنغمس في بطانة الرحم تحت بطانة الرحم. طيب إيه بعد كده إيه اللي يحصل؟
هتكتمل بقى، بتبقى انقساماتها تكتمل الانقسامات بتاعتها وتبدا تتكون الاغشيه الجنينيه. عندي نوعين من الاغشيه الجنينيه بتبدا تحيط بيه الجنين. كان في طلبه قبل كده سالوا الاغشيه الجنينيه دي هل اللي بيكون الغشاء الجنيني ده الجنين ولا الام؟ طبعا اللي بيكون الاغشيه الجنينيه هو الجنين، عشان كده سميت بالاغشيه الجنينيه. والاغشيه الجنينيه دي نوعين من انواع الاغشيه، في غشاء بيسمى غشاء الرهل او الامنيون، وده بيكون في داخله سائل الرهل او سائل الامنيوني، وده اول غشاء ملاصق للجنين. يبقى الجنين حواليه سائل عشان يحافظ على رطوبته او يحافظ عليه من الجفاف، وبرده بيحافظ عليه من الصدمات. وبعد كده نلاقي الغشاء الامنيوني او الغشاء الرهلي. وبرضو عايزين نبقى مركزين في نقطة مهمة جدا، ان الغشاء الرهلي ده هتبدأ تلتحم اطرافه عشان يتكون الحبل السري اللي طوله 70 سنتي. وبعد كده نشوف الغشاء الخارجي، بيكون الغشاء السولي او الكريون. يبقى ده الغشاء الخارجي، والغشاء ده هتمتد منه زوائد اصبعية اللي هتبدأ تنغمس في الرحم او في بطانة الرحم لتكوين المشيمة. يبقى المشيمة اتكونت منين؟ اتكونت من غشاء الرهل، من غشاء سوري اسفه السولي او الكريون اللي هو الغشاء الخارجي. الزوائد الاصبعيه هتنغمس في البطانه مكونه المشيمه. طب الحبل السري اتكون منين؟ اتكون من التقاء الاطراف بتاعه الغشاء الداخلي اللي هو غشاء الرهل او الامنيون لتكوين الحبل السري. طبعا المشيمه هيبدا يحصل فيها التقاء بين الوعاء الدموي الام والوعاء الدموي للجنين، وطبعا احنا بنقول تلامس. الاوعيه الدمويه لا تتلاصق او ما فيش اي اختلاط بين دم الام وبين دم طفلها. اللي حصل بس في المشيمه ان هيحصل تلامس بين وعاء دموي للام والوعاء الدموي للطفل، لان لازم عارفين ان سواء الام او الطفل لكل منهما دورته الدمويه الخاصه. اللي بيحصل هو تلامس الاوعيه بس، وعن طريق التلامس ده يبدا يحصل تبادل الغازات او تبادل الغذاء والفضلات وخلافه. طيب احنا يعني ممكن نوضح برضو شكل الغشاء في احد الصور اللي ملتقطه للجنين، بيبقى غشاء شفاف ورقيق وبيحيط حوالين الجنين، وبعدين هذا السائل اللي سميناه السائل الغشاء ده الغشاء الرهلي هو اللي افرز هذا السائل، اللي سائل له طبيعه خاصه بتحيط حوالين الجنين. والسائل اللي احنا شايفينه حوالين الجنين ده مهم جدا، لانه بيحمي الجنين من الجفاف وبيحميه من الصدمات. وعلى فكره مش بس كده وبس، لا ده بيلعب دور مهم جدا عند الولاده، لان هو بيسهل من عمليه انزلاق الجنين عند خروجه من الجهاز التناسلي الانثى. يبقى مهم جدا نبقى عارفين انه غشاء الرهل عمل سائل رهلي وعمل الحبل السري. الحبل السري في بعض الطلبة عندهم انطباع غريب جدا، كلمة حبل بيعتقد انه كأنها ماسورة بتمشي منها المواد. احنا عايزين نقول لا يا جماعة، دي عبارة عن نسيج. الحبل السري عبارة عن نسيج تتخلله أوعية دموية شريانية ووريدية، وظيفتها طبعا نقل المواد الغذائية المهضومة من المشيمة إلى الجنين ومعها الأكسجين، والعكس نقل المواد الإخراجية وثاني أكسيد الكربون من الجنين إلى المشيمة. إذا الحبل السري هي الوصلة اللي ما بين الجنين وما بين المشيمة. في اعتقاد عند الطلبة إن الحبل السري ده هو الذي يستخلص الغذاء المهضوم من دم الأم وينقله إلى الجنين. الإجابة خطأ، المشيمة التي تقوم باستخلاصه. عشان كده كان في جزئية بعض الطلبة بيقعوا فيها، بيقولوا مين عضو التنفس أو الذي يقوم بدور عضو التنفس أو عضو الإخراج في الجنين؟ هل يعتبر الحبل السري ولا غشاء الرهل ولا السلي ولا المشيمة؟ مين من الأربعة اللي أنا بعتبرهم هو العضو الذي يقوم بوظيفة التنفس ووظيفة الإخراج؟ طبعا المشيمة. في ناس بتقول لا الحبل السري، بقول لهم لا المشيمة، لأن المشيمة هي التي على اتصال بدم الأم، وهي التي تستخلص المواد الغذائية المهضومة والأكسجين من دم الأم وتنقلها إلى الحبل السري الذي يقوم بدوره بنقله إلى الجنين. وأيضا الجنين يتخلص من فضلاته ومواده الإخراجية وثاني أكسيد الكربون عبر الحبل السري ومنه إلى المشيمة، والمشيمة إلى دم الأم المار في بطانة الرحم. إذا هناك مراحل بيمر عليها الغذاء المهضوم والأكسجين من الأم حتى يصل الجنين والعكس. والدورة الدموية في الجنين دورة دموية معقدة تماما، ليست لها علاقة بالدورة الدموية اللي احنا عارفينها وذكرناها في سنة تانية ثانوي، بس مش مطلوبة مننا. حبل السري طوله حوالي 70 سنتي، وده عشان يدي حرية حركة أكبر للجنين. الأغشية زي ما حضرتك أشرت، هي أغشية جنينية من صنع الجنين، حتى المشيمة هي من صنع الجنين.
ولكنها تداخلت مع بطانة الرحم، فيعتبر وكأنها امتزاج ما بين أغشية جنينية تمثل الجنين وبطانة الرحم هنا تمثل الأم، لكن المشيمة هي من صنع الجنين، الجنين اللي هو من السبي. طيب اتفقنا ان الحبل السري لو شفت في الصورة ديت، يمكن اكتر صورة بتوضح لي شكل وطول الحبل السري اللي موجود في هذا المكان، بيصل ما بين بطن الجنين هو الجزء الخاص بتجويف البطن، وما بين المشيمة اللي جنب الكيس. كده الصورة اللي قدامنا موضحة الكيس الجنيني اللي هو غشاء الرهل الاولاني، موضحة السائل الرهلي، في غشاء تاني مش واضح في الصورة اللي هو السلي اللي هو فوق الرهل مباشرة، وهو ده اللي خرجت منه المشيمة. طبعا المشيمة بتبرز منين او بتمتد من غشاء السلي. يبقى زي ما قلنا كده في تعريف غشاء السلي، هو بيحيط بالجنين وبالرهل معا، وهو اللي بتنمو منه الزوائد الإصبعية تسمى المشيمة، وكون المشيمة اللي تلمست مع دم الأم. السؤال، هل يختلط دم الأم بدم الجنين؟ حضرتك أشرت وقلت مستحيل، لن يختلط إلا عند الولادة، ولكن أثناء وجوده طوال 9 شهور لا يختلط دم الأم مع دم انتقال المواد الغذائية أو الغازات، بيكون عن طريق الانتشار فقط. طبعا اختلاف تركيزات، واحنا درسنا قبل كده في سنة تانية ان المواد الغذائية او اي مادة او غازات تنتقل من التركيز المرتفع للتركيز المنخفض، يبقى الموضوع انتشار غشائي بس عبر الأغشية، لكن ما بيحصلش اي حاجة من التلامس للأم او كلام من ده، او تلامس دورة دموية، لكل منهما دورته الدموية الخاصة. طيب يبقى لو حبينا نقول بقى أهمية المشيمة عشان نبتدي نقول مراحل تكوين الجنين، ايه أهمية المشيمة؟ المشيمة زي ما حضرتك أشرت، المشيمة من خلالها بيبدأ ينتقل المواد الغذائية إلى الجنين. يبقى أول حاجة انتقال المواد الغذائية. إيه المواد الغذائية؟ أي نوع من أنواع المواد الغذائية، جلوكوز، سكريات، أي نوع من أنواع المواد الغذائية هتنتقل عن طريق المشيمة. مش مواد غذائية بس، كمان هينتقل الأكسجين. مش كده بس برضو، ده كمان أي نوع من أنواع الفضلات أو الإخراجات الخارجة من الجنين هتنتقل برضو عبر المشيمة، يبقى من الجنين أو من جنين عبر الحبل السري إلى المشيمة. مش كده وبس برضو، احنا درسنا قبل كده ان المشيمة لها دور برضو في انتاج الهرمونات. احنا اشرنا الحلقة السابقة ان الجسم الأصفر بيستمر في انطلاق أو في إفراز البروجسترون لمدة 3 شهور، بعد كده بيبدأ يحصل ضمور للجسم الأصفر عشان بتكون المشيمة حلت مكانه، يبقى كمان هيفرز البروجسترون من المشيمة. المشيمة كمان بيخرج منها برضو هرمونات تانية زي الريلاكسين اللي ممكن تساعد على عملية الولادة. برضو يا أستاذ حسن كان في سؤال قبل كده الطلبة أشارت إليه، ساعات بيجي لنا سؤال يقول لك المشيمة ضارة ونافعة في نفس الوقت، أو المشيمة سلاح ذو حدين. طبعا هو المقصود هنا سلاح ذو حدين، انها مفيده، هتنقل المواد الغذائيه وبتنقل الاكسجين وبتنقل الفضلات، لكن في نفس الوقت ممكن تكون ضاره، عشان لو في اي نوع من انواع الفيروسات هتنتقل، لو الام دي بتاخد اي نوع من انواع الكحوليات او حتى الادويه العقاقير، او حتى لو هي امراه مدخنه فرضا، اي حاجه ضاره في دم الام ممكن تنتقل الى الجنين، يبقى هي سلاح ذو حدين، مفيده لكنها ضاره في نفس الوقت. تمام، لكن احنا مش عايزين نتهم المشيمة، احنا نتهم سلوكيات الام. اكيد سلوكيات الام المدخنة وشاربة للكحولات وشاربة احيانا، احنا بندرس ده علشان الطلبة. وبالاضافة طبعا للعقاقير وديات، كل ما هو في دم الام وذو جزيئات صغيرة يسهل انتشاره من دم الام الى دم المشيمة ويعبر الى الجنين الذي لا يتحمل، بالطبع لا يتحمل هذه المواد من ضمنها الكحولات او المواد المخدرة، أو حتى ولو كانت مواد طبية في صورة أجسام مضادة أو زي ما بيقولوا اللي هو المضادات الحيوية. طيب لما نيجي ننتقل بقى للجزء اللي هو المهم بالنسبة لنا اللي هو تكوين الجنين، وخاصة احنا معانا نماذج نشرح عليها، فاحنا عايزين ناخد 9 شهور متقسمين إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى اسمها المرحلة الأكثر أهمية في تكوين الجنين، ويمكن تقريبا بيتشكل فيه 80% من الجنين، اللي هي المرحلة الشهور الأولى والثانية والثالثة. لو في عندنا شكل معين للجنين في هذه المرحلة ممكن نعرضه ونشرح عليه. طبعا فترة الحمل 270 يوم أو 9 شهور هنقسمهم إلى مراحل. أول مرحلة أول 3 شهور، يعني لو خدنا كده أشرنا الشكل العام بيكون موضح إزاي. طبعا الجنين بيكون لسه أحجامه صغيرة جدا، ده يمكن 3 أسابيع أو 4 أسابيع بيبقى حاجة كده زي راس الدبوس على ما أعتقد، أو بيكون أحجام صغيرة جدا. أول حاجة هتبدأ تنمو في الجنين، طبعا هنا واضح الشكل بتاع الجنين في داخل الرحم، الجزء ده اللي هو المقصود بيه
المشيمة. طبعا هو جايب لي من بره عشان يوضح لي الشكل بتاع قناة فالوب بيكون عاملة ازاي، والجزء بتاع المبيض، وازاي قناة فالوب اللي واخدة الشكل القمعي ده ازاي بتكون متصل او مربطة على طول مع المبيض عشان تقدر تلتقط البويضة الناضجة. وهنا واضح الشكل بتاع الجنين اهو، وهنا المشيمة، الاحجام بتكون صغيرة جدا. طبعا في المرحلة الاولى اكتر حاجة بتبدأ تظهر معايا بيبدأ يتكون معايا الجهاز العصبي، بيكون قناة عصبية صغيرة جدا لسه طبعا ما بدأش يتميز. هيتكون معايا كمان العينين والايدين، بس مش معنى عينين يعني عينين، ده هي مكان كده بقعة يدوبك بتقول ان هيكون فيه هنا عينين. واضح برضو ان بيكون معايا هنا برضو، ده من الحاجات اللي سبحان الله بتحصل، ان في الاسبوع السادس تقريبا بيبدأ يتكون معايا او بيظهر معايا الاعضاء الذكرية، او نقدر نقول كان في طالبة سألت الحلقة اللي فاتت يا استاذ حسن كانت بتقول ايه علاقة ظهور الاعضاء الجنسية الذكرية والانثوية بالكروموسومات، فبنقول الكروموسوم واي اللي هو كروموسوم الجنس واي بيعبر عن نفسه بدأ من الاسبوع السادس ازاي، بيبدا يفرز هرموناته، وده هيساعدني على ان يبدا يتكون معايا الاعضاء الجنسيه الذكريه، ده لو كان عندي الجنين ده ذكر. طب لو الجنين دي انثى بيبدا يحصل التميز بتاعه بدءا من الاسبوع ال 12. يبقى في المرحله الاولى اول 3 شهور كل اللي اتكون معايا قناه عصبيه بسيطه، بدا يتكون عندي مكان للعينين الايدين، بدا يتكون عندي في الاسبوع السادس اعضاء الجهاز التناسلي الذكري، وفي الاسبوع ال 12 يبدا اعضاء الجهاز التناسلي الانثوي. ممكن من خلال الصوره برضو نقدر نعرض الصوره ديت، نوضح بس يمكن في الشهر الاولاني، لان الصوره اللي موجوده عندنا دي تمثل بالنسبه لنا الشهر الاول، ده كده عمره شهر، جنين عمره شهر، شوفوا شكله وحجمه. الدائره الحمراء اللي انتم شايفينها دولت دي هي قلب بيتكون من حجره واحده، والجزء الاصفر او اللي هو المحمر ده شويه الجزء ده كله دي بداية تكوين قناة عصبية. يبقى ده أول حاجة تقريبا تكونت هو في الجهاز العصبي من القناة العصبية ديت، وبعدين ابتدت تكبر. طب شوف بقى كمان بقى عندنا في الأسبوع الخامس، احنا كده في الأسبوع الخامس، بعد أسبوع زي ما احنا شايفين بالصورة اللي قدامنا بدأ يكون الأغشية واضحة هيت، وعند الرهل ابتدى فيه لكن كمية السائل لسه ما خدتش حجمها، وبدأت تتكون المشيمة لكنها ليست قادرة على إنتاج الهرمونات عند هذا العمر. شكل القلب واضح في الصورة اللي قدامي بالإضافة للقناة العصبية، لكن خلي بالكم بقى من الأسبوع السادس، يعني الأسبوع اللي جاي ده هنشوف اللي هيحصل دلوقتي. بصوا بقى في الأسبوع السادس، ده الأسبوع السادس الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، شايفين الأطراف العلوية؟ خدت بالكم من من الإيدين؟ ابتدت تظهر الأول كانت وقات صغيره قوي، ولو انتوا بصيتوا على الراس شايفين الهاله السوداء دي، الهاله السوداء دي ده موقع العينين، هو لسه ما كونتش عينين ولكنها ستبدا في التكوين اسفل هذا المواقع، وبعدين شايفين الحبل السري موجود اهو، وبعدين المشيمه يمكن مش واضحه هنا. طيب ست اسابيع واصبح عنده ايه؟ عنده بدء تكوين جهاز تناسلي ذكري خصيتان، بدء التكوين في الاسبوع السادس، وابتدى تتكون الاطراف، فعندي طرفين علويين وسفليين ولكنهما في بدايه بسيطه جدا، وحدث تكون هالات سمراء على الراس بما يعني موقع العين. تعال نشوف طيب الصوره اللي بعد كده ويبان فيها اكثر وضوحا، شايفين الطرفين؟ انا عايز اقول لكم ان لما بتبتدي تتكون كف اليد بتكون الاصابع ملتحمه مع بعضها، يعني تبقى الاصابع بتاعه كف ايده لسه ملتحمه، لكن واضح قوي شكل العين ابتدت تظهر، وابتدى الاطراف العلويه والسفليه اكثر وضوحا. لكن بنفس الصور دي احنا ممكن برضو نشوف المجسمات، لان المجسم برضو بيعكس صوره اخرى من خلال رؤيه تانية لشكل الجنين. فتعال نشوف بقى برضو الجنين في الشهر الاولاني والشهر الثاني الوضع بتاعه هيكون بهذا الشكل. شوف استاذ اهو برضو المجسم ده بيوضح نفس الصوره اللي حضرتك اشرت ليها او وضحتها من شويه، دي برضو في الشهور الاولى اهو المكان بتاع العينين بدا يظهر معايا، ده واضح شكل الاطراف اهوت ان بدا يتكون معايا نتوق، ان المفروض ان ده هيكون طرف، وبرضو من الجانب الاخر ادي الطرفين بدا يتكونوا معايا القناه العصبيه، بدا يتكون قلب بسيط هو عباره عن حجره واحده، يبقى ده الى حد ما بيوضح لي الشكل اهو، واضح الجزء بتاع العينين والجزء بتاع الاطراف، وده بيكون شكله في المراحل الجنينيه الاولى. طيب نيجي بقى للمرحله اللي هي بتكون اهم، او المرحله اسمها المرحله الوسطى. تعال نشوف شكل الصوره كده بتمثل في المرحله الوسطى،
في المرحله الوسطى اللي هم الشهور بقى 4 و5 و6، انا عايز اقول لكم ان في الثلاث شهور الاولى بيكون تقريبا الجنين كون معظم اعضاء جسمه ولا يتعدى طوله طول عود الكبريت. يبقى متفقين، 3 شهور عمره 12 اسبوع ولكن حجمه عود كبريت، مع انه كون جهاز هضمي وابتدى يكون في الجهاز البولي وعنده بدايات جهاز تنفسي، واذا كان ذكرا فقد كون الجهاز التناسلي الذكري، واذا كانت انثى ابتدت تكون في الاسبوع ال 12 البيضتين. طيب في الثلاث شهور الوسطى اللي هي الصوره بتوضحها قدامنا ديت، ابتدى نمره واحد يسمع دقات القلب في المرحله الثانيه ديت، ابتدي اسمع ضربات قلبه بواسطه الاجهزه. نمره اثنين تبتدي يتكون الهيكل العظمي في نهايه الشهر الرابع تقريبا، ويبتدي تتكون العضلات ويبتدي يكبر في الحجم في هذه المرحله. مرحله اللي بتكبر فيها او بيكبر فيها في الحجم هي المرحله الوسطى، هي اكثر المراحل بينمو فيها كمان في الحجم. تقريبا بيبقى معظم اجهزته زي ما انتم شايفينها كده متكونه، شايفين اطرافه اكتملت تقريبا ايديه ورجليه وما زال في المرحله الثانيه لم يكتمل سوى 6 شهور. تعالوا نشوفه بقى وهو 7 شهور. شوفوا وهو 7 شهور بقى تقدر تقول هو تماما اكتمل، العينين الراس كامله، المخ لم يكتمل اكتمالا كاملا، ده لدرجه انه لما بيتولد لسه بيكمل كمان، وبعدين اطرافه صوابعه ضوافره كل جزء في المرحله الثانيه دي، لدرجه ان ممكن في الشهر السابع لو اكتملت رئتيه في التكوين واصبح قادر على انه يدرك لما يخرج يعني يقدر يتنفس، هنا بيتم الولاده في الشهر السابع احيانا في بعض الحالات اذا كان الجنين قد اكتمل معظم مكوناته واهمها طبعا الرئتين والكليتين. نرجع تاني للمجسمات. طيب لو انا شفت المراحل دي برضو ما بين الثالث والرابع والخامس والسادس دي من خلال المجسمات، استاذه امل ممكن تعرض لنا المجسم. برضه هنا واضح ان بدا يزداد معايا الحجم وبدا يتميز الى حجم الى شكل كبير اهو. يمكن المجسم ده باين كمان قوي الشكل بتاع الحبل السري والتقائه مع المشيمه واضح اهو. لو جيت خدت المجسم اللي وراه عشان احس بالفرق في الحجم، لان الثلاث شهور الوسطى ده بيزيد فيهم الحجم قوي او بيبان فيهم الحجم معايا، برضه واضح المشيمه واضح ان الطفل بدا يزداد معايا في الحجم. لو دخلت على الشهور اللي بعد كده بدا يزداد معايا الحجم اكتر، طبعا كده واضح معايا قوي الحجم بدا يحصل في ايه. المشيمه واضحه معايا. لو انا جيت شلته علشان اشوف التقاء الحبل السري، ادي الحبل السري وادي التقائه في الجسم بتاع الجنين، يبقى ده واضح قوي ان الشكل بدا ياخد الوضع الطبيعي بتاعه. تمهيدا نقلبه بقى، يعني نخلي الوضع الطبيعي بحيث بالزبط. ان يبقى راس الجنين الى ما كنا هنقل بقى ونقول ايه لما نيجي نحصل هيبدا بقى الراس تبدا تتجه الى اسفل عشان يكون ده الوضع الطبيعي بتاع خروج الجنين. يبقى واضح الشكل بتاع المشيمه والجسم بتاعه، وطبعا كده طالما ان الراس نزل تحت اذا انا وصلت للثلاث شهور الاولى الاخيره، علشان في النهايه يجي بقى معايا الجنين اللي هو ده اخر حاجة. الحمد لله اتولد الحمد لله. استاذ حسن بقى هيوضح لنا هيحصل ازاي. طبعا دايما بينزل بالراس وكده بيكون الجنين وصل للحجم الطبيعي بتاعه ووصل لمرحله الولاده. تمام. يبقى بسرعه لو انا بصيت على صوره جمعناها لكم من خلال 40 صوره تم تصويرها من خلال كاميرا دقيقه جدا، كان بتدخل في الرحم ويتم تصوير الجنين، واحيانا كان بيلجأوا الى تصوير اجنة في حالة اجهاض. تعال نشوف الصورة اللي موجودة معانا دلوقتي، 40 صورة بتحكي قصة الجنين منذ لحظة الاخصاب الى لحظة الولادة. لو انا بصيت في الصورة الاولى اللي على الشمال كده والصف الاولاني، دي بويضة وبعديها حيوانات منوية وبعدين بويضة في لحظة الاخصاب، وبعدين وهي بتتفلج الى فلجتين واربعه وثمانيه وستاشر وتوتيه، انغمست تحت بطنه الرحم في هذه الصوره، وبعدين كونت القناه العصبيه بعد 3 اسابيع، بقى في قلب مع القناه العصبيه بعد مرور شهر، بعد 5 اسابيع زي ما انتم شايفين هذا الشكل العام، وبعدين بعد 6 اسابيع ابتدت تظهر زي ما انتم شفتوا الاطراف. لما اكمل بقى الصف ده كله بيورينا بس في ال6 اسابيع، ادي مثلا هذه الصوره بتوضح مكان او موقع العينين، واضحه قوي في الصوره اللي انا بشار عليها بالسهم ديت موقع العينين. شايفين الكفين ابتدت الزوائد او الاصابع تكون واضحه ولكنها ما زالت ملتحمه. في الشهر تقريبا الخامس بتبقى الشكل دوت. لما نيجي نشوف بقى في الشهر السابع اللي هي الصور اللي موجوده دي كلها تمثل اوقات مختلفه من الشهر السابع اللي هي الصف قبل الاخير، لكن بيبتدي يوضح بقى
وان ايديه اكتملت نموها وانه عينيه اكتملت نموها وانه جاهز بقى للولاده، فبيتغير وضعه زي ما شفنا كده من خلال المجسم ويخلي راسه الى اسفل ثم تبدا الولاده ويصبح فردا جديدا. السؤال هو ليه بيبكي عند الولاده؟ تخيلوا ان الست عشان تولد في مجموعه من الهرمونات بتلعب دور رهيب جدا في عمليه الولاده. اول هرمون اتفقناه هو الهرمون اللي بيفرز من الفص الخلفي للغده النخاميه، بينبه عضلات الرحم للانقباض عشان يتم طرد الجنين الى الخارج. وما تنسوش ان كان في هرمون اسمه الريلاكسين واللي كان بيعمل ارتخاء في الارتفاق العيني عشان تتباعد عظمتا العانه عن بعضهما فيتسع الحوض وبالتالي يسهل مرور الجنين من خلالهم. بينزل الجنين باخشاته لان هو بتاعته هي ملكه، فلما بيخرج بيتم قطع الحبل السري من ناحيه جهه البطن او من ناحيه الجنين، ثم تلقى المشيمه وحبل السري بعيدا عن الجنين وفي مكان ما، اما الجنين فيتم تنظيفه وبسرعه يروح الى ثدي الام حتى تعمل اول اجهزته. جهاز هضمي وجهاز تنفسي وجهاز بولي كانت اجهزه متوقفة عن العمل ولكنها بدأت في العمل، وهرجع لها تاني بعد ما أسمع سؤال من مين؟ ريهام البحيرة. السلام عليكم. ريهام أنت دخلت علينا كده وإحنا بنشرح في عملية تكوين الجنين، إيه رأيك في مراحل تكوين الجنين؟ ريهام سمعاني؟ أيوة مع حضرتك. طيب كنت بسألك فهمتي مراحل تكوين الجنين؟ أيوة سمع. أيوة فهمتها. طيب إيه سؤالك؟ ممكن ريهام عندي لو سمحت يا مستر انا عندي ثلاث اسئله. طب قولي بس بسرعه عشان الوقت. طب ماشي. في اختياري بيقول اي من الهرمونات التاليه يؤثر في الانسجه غير الغديه؟ اي لا واحده واحده. اي من الهرمونات الاتيه تؤثر في الانسجه غير الغديه؟ على انسجه غير غديه ولا غديه؟ لا غير غديه. غير غديه تمام. قولي لي بقى البدائل اللي عندك. تي اس اس FSH ACTH و FSH. ما احنا قلنا FSH تاني؟ لا كان الاول CSH. الاولاني مش مشكلة FSH و ACTH وبعدين TSH و ADH مش كده؟ ايوه تمام. مين من الهرمونات اللي بيروح لأنسجة غير غدية؟ اكيد اللي هيروح للكلى لنسيج النفرونات عشان يحثها على إعادة امتصاص المية، بينما الـ TSH راح للغدة الايه؟ الدرقية وبالتالي ده نسيج غدي، والـ ACTH راح لقشرة الغدة القذرية وده نسيج غدي، والـ FSH راح لمين؟ راح للمبيض، والمبيض حويصلة جراف تعتبر في نموها نسيج غدي لأنها بيفرز هرمون الأستروجين، فالمبيض غدة و ACTH بيروح ل قشة الغدة القذرية غدة و TSH بيروح الغدة الدرقية غدة، فكلهم أنسجة غدية. الوحيد اللي ما بيروحش النسيج غدي هو ADH. ريهام سؤالك التاني. ماشي. أعلن شحوب لون الوجه في حالات الفوق التبييض. أنا مش سامعك كويس يا ريهام، قولي تاني. شحوب لون الوجه في حالات الفوق التبييض. أنتِ الأول وطي التلفزيون بتاعك، اسمعيني أو مليني من التليفون. هو في حاجه لون الوجه يعني تغير ولا بدون ايه؟ شحوب لون الوجه. شحوب شحوب لون الوجه عند التعرض للخوف. في حالات الخوف الشديد. ماشي. للتعرض للخوف او الفزع الرهيب. هجاوبه بسرعه برضو يا ريهام. الجزئيه مش عليكي في الكتاب عشان يبقى عارفين ومتفقين. سبب شحوب وجه ان من ضمن عمل الادرينالين الذي يفرز لحظات الانفعال أن الأدرين يعمل على تضييق الشعيرات الدموية اللي موجودة تحت سطح الجلد في الوجه، لما يضيق الشعيرات الدموية يقل توارد الدم فيها، فلما يقل توارد الدم فيها الوجه يبقى لونه أصفر، وده الشحوب. يقولوا مالك كده وشك مصفر، أنت عامل عاملة ولا إيه؟ الناس لما بتخاف وشها بيبقى أصفر، هو ده كلمة الشحوب. يرجع اللون الأصفر للوجه عند التعرض لمواقف فيها فزع وخوف إلى زيادة إفراز هرمون الأدرينالين الذي من خصائصه يعمل على تضييق الشعيرات الدموية مما يقلل توارد الدم فيها وبالتالي يبدو الوجه شاحبا أو أصفر. آخر سؤال يا ريهام. ماشي.
ماذا يحدث في الحياة الآتية؟ ماذا يحدث؟ ضمور الجسم الأصفر عند امرأة غير متزوجة. ضمور الجسم الأصفر عند امرأة غير متزوجة. ضمور الجسم الأصفر عند إزالة؟ لا، عند امرأة غير متزوجة. عند امرأة غير متزوجة؟ اه. طيب ماشي، امرأة غير متزوجة. اشكرك ريهام. اسمعينا بقى السؤال الاخراني دوت من التلفزيون عادي. سؤالك بيقول ماذا يحدث لو ضمر الجسم الاصفر عند امرأة غير متزوجة؟ مش هتفرق كتير، امرأة غير متزوجة ما فيش حيوانات منوية، يبقى معنى ان يضمر الجسم الاصفر هيبتدي يقل هرمون البروجسترون تدريجيا، ولما يبتدي يقل هرمون البروجسترون تدريجيا تبتدي تهبط بطانة الرحم تدريجيا، وبالتالي تصل الى مرحلة حيض جديدة وتنتهي دورة الطمث بخروج الدم نتيجة تهدم بطانة الرحم وتمزق الشعيرات الدموية. مهم جدا تبقوا فاهمين ان ضمور الجسم الاصفر هو نتيجة عدم اخصاب البويضة. هجير المنصورة. السلام عليكم. عليكم السلام يا هجير. لو سمحتي بس كنت عاوزه بس مراحل اللي هي دورة الطمث، مش فاهمها. مش فاهمه مراحل الطمث. اه، والرسم بتاعها هو بين حضرتك بين قلت اللي هي علينا يعني ده. طيب شكرا هجير. هذه لها طلب ما ينفعش طبعا يتجاوب الشرح في هذه الفترة لأنها فترة قصيرة، هي عايزة تشرح دورة الطمس من أول مرحلة وتاني مرحلة وثلاث مراحل لثلاث مراحل اللي هم عارفين دي. أنا أعدكم إن إحنا في سؤال مراجعة أكيد إن إحنا هنشرحها بالتفصيل. ده بالنسبة لشرح الجزء بمراحل الطمس. نكمل باقي بسرعة الجزء المتبقي وبرضو منتظرين الأسئلة. كنا وصلنا لعملية الولادة ونبتدي نقول ان عندنا كده فيديو بيوضح شكل الولادة، حاول نشوفه مع بعض. الحركة اللي بتتم هنا، طيب هنعمل ستوب للفيديو شوية ونرجع له ونشوف محمد من أسيوط. محمد السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك يا محمد، وطي التلفزيون. كان عندي سؤالين. قول سؤالك الاولاني. علل رغم وجود الاف البويضات رغم وجود آلاف البويضات في مبيض الأنثى أثناء الطفولة إلا أن الذي ينضج منها لا يتعدى 400 بويضة فقط. تمام. السؤال الثاني، ماذا يحدث إذا تحول البرعم الطرفي إلى زهرة شكرا محمد. اسمعني من التلفزيون بقى خلاص. شكرك يا محمد. هو استاذ الامل، ربنا كان يقدر يعطي للمراه الالاف بتاعه البويضات، ايه اهميه ان يكون هناك عدد محدود من البويضات هو الذي ينضج عند المراه؟ ايه اهميه كده؟ طبعا المبيض في الانثى ده مشيج مؤنث، وانا عارف ان المشيج المؤنث بينتج باعداد قليله لان هو مشيج ساكن ما بينتقلش من مكان لمكان، فانا مش محتاجه اعداد كبير. واحنا خدنا ان انا عندي في حاجه اسمها سنوات الخصوبه اللي هي الفتره الزمنيه ما بين مرحله البلوغ الى سن الياس، ودي حوالي نقول مثلا في رينج 30 سنه في المتوسط تقريبا. واحنا درسنا ان الدوره عندنا او الدوره الشهريه بتحصل ان في بويضه بتنضج كل شهر. يبقى انا لو حسبت خلال ال 30 سنه دول ايه اللي بيحصل، يعني تقريبا كده لو انا ضربتها 12 واحدة في السنة او 13 وضربت على عدد 30 سنة يطلع 390. انا مش محتاجة اعداد كبيرة، انا عايزة بويضة واحدة بس اللي بتكون موجودة كل شهر عشان هي اللي هتبدأ يتم التخصيب فيه. الوضع مختلف بالنسبة للحيوان المنوي، طبعا انا بحتاجه باعداد كبيرة جدا. لكن احنا هنضيف بس جزئية برضو كمان لمحمد، نقول له الانتاج المحدود من البويضات له هدف ان يؤدي الى انتاج افراد باعداد قليلة، لان وانت مهم جدا أن الأطفال أو الأبناء في الثدييات عادة تحتاج إلى فترات اسمها فترات رعاية واهتمام وفترات حضانة طويلة، فما كانش ينفع أن يكون الأعداد بتاعة البويضات كبيرة، وده اللي خلى مرحلة التضاعف وزيادة العدد تنتهي في البنت وهي جنين حتى لا تستطيع أن تزيد من العدد. بالإضافة أيضا أن كل خلية بيضية أولية كانت بتنتج لبويضة واحدة وثلاث أجسام قطبية، كل هذا من أجل إنتاج عدد محدود عشان تحتاج الأفراد إلى رعاية واهتمام. سؤاله الثاني بيقول
ماذا يحدث اذا تحول البرعم الطرفي الى زهره؟ ستنتج زهره طرفيه كما في حاله التيولي. مع اذا البرعم بيديني زهره، اذا كان برعم جانبي هيديني زهره جانبيه او ابطيه، اذا كان برعم طرفي هيديني زهره طرفيه ويقصد بذلك زهره التيولي. ممكن نقولها حد من نموها برضه، واكيد يعني طبعا حد من نموها. اماني مش شرقيه. اماني. ايوه ايوه اماني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت، أنا كنت عندي سؤالين. طيب وطي صوت التلفزيون وكلميني من التليفون بتاعك. حاضر. سؤالي. عندي أول سؤال، لماذا تعمل الحيوانات النووية المشية بسبب المخالف؟ لماذا ولا كيف؟ لماذا تعامل الحيوانات المنوية بالطرد المركزي؟ ماشي. السؤال الثاني، اخصاب بويضة بحيوانين منويين في وقت واحد. إذا خصبت البويضة بحيوانين منويين في وقت واحد، وإن كان هذا شبه مستحيل لكن ماشي. أشكرك يا أماني. أماني سؤالك الأولاني بيقول ليه بتعامل الحيوانات المنوية بعملية الطرد المركزي؟ أستاذ أمل، ليه بيعاملوا الحيوانات المنوية بالطرد المركزي؟ ده طبعًا هنجيله في آخر جزء المفروض النهارده، ده بنوك الأمشاج. أنا بعملها بالطرد المركزي أو تعرضها لمجال كهربي عشان نستطيع الفصل بين الكروموسوم الجنسي أو الحيوانات المنوية اللي بتحمل كروموسوم الجنسي إكس واي عشان نتحكم في جنس الجنين. لو أنا عايز جنين ذكر عشان مثلًا ينتج أو عشان يكون ينتج لي اللحم، فأنا هبدأ أستخدم الواي. لو أنا عايز أنثى عشان عملية إنتاج اللبن أو التقاطع، يبقى انا هجيب الانثى. يبقى انا هنا عشان افصل بين الحيوانات المنويه اللي بتحمل اكس او اي عشان اتحكم في جنس المولود او جنس الجنين. تمام، يبقى لتحديد الجنس هدف الحدوث على ذكور فقط او اناث فقط، ودي الاجابه كانت واضحه قوي. طيب ماذا يحدث اذا خصبت البيضه بحيوانين منويين في وقت واحد؟ اولا يصعب جدا. لماذا؟ لان البيضه بمجرد الاخصاب تحيط نفسها بغلاف يمنع دخول اي حيوان من اخر. ولو افترضنا ان خصبت البيضه وبالتالي سيصبح 3 نون، فلما يبقى 3 نون يبقى بيموت في حاله بيسموها اجهاض، ويموت في مراحله الاولى. واحنا عندنا لما نيجي ندرس الدي ان ايه هندرس الطفرات، من ضمن الطفرات في طفرات مميته اذا كانت تعدد الصبغ فيها 3 نون، عشان كده هو نادر الحدوث في الانسان. شكرا امان. نورهان اقصر. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا نورهان؟ الحمد لله تمام. معايا 3 اسئله. انت هتقولي سؤالك اول، ما هو الطور المعدي للبلازموديوم مالاريا؟ ما الطور المعدي للبلازموديوم مالاريا؟ للبلازموديوم الملاريا. السؤال الثاني، السؤال الثاني، الشبه. نعم. ما اوجه الشبه بين عظام راحة اليد وعظام القدم؟ ما اوجه الشبه بين عظام اليد راحة اليد والقدم؟ انا عارف ان انت عايزه راحه اليد ومشط القدم. راحه اليد ومشط القدم. شكرا نورهان. اسمعيني بقى من التلفزيون استاذه امل. سؤال، ما الطور المعدي للبلازموديوم المسبب لمرض الملاريا؟ ولما يقول السؤال كده يبقى يقصد مين؟ ما انا عايزه اتكلم عن الاثنين. يقصد بقى. لا يقصد الانسان. طب طالما حد معدي، بس انا نقول الثانيه برضه. نقول التانية. يعني لو قال الطور المعدي للانسان الاسبورزويتات هي اللي دخلت للانسان وهي اللي اصابته بالمرض، لكن لو افترض قال الطور المعدي للبعوضه يبقى الاطوار المشيجيه. تمام، يبقى السؤال اجابته واضح قوي نورهان. السؤال الثاني، ما اوجه الشبه بين عظام اليد وعظام القدم؟ لو قلنا عظام راحه اليد، الاقي ايه اوجه الشبه منها؟ أوجه الشبه بين راحة اليد وبين مشط القدم إن كل منهما يتكون من 5 عظام اللي هي تمثل هنا الراحة. أمشاط. اللي بيسموها 5 أمشاط. تمثل راحة اليد وتمثل مشط القدم. ده بالإضافة إن كل منهما يتشابه في عدد عظام السلميات. ففي 14 سلمية في اليد. واثنين الإبهة. أحمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال حضرتك أستاذ؟ سؤال واحد، فين؟ يلجأ تحلق الفرشيرة إلى التكاثر الجنسي. يلجأ تحلق الأسبيروجيرا إلى التكاثر الجنسي. للتكاثر الجنسي. أيوه. ده علل. خلاص كده؟ ماشي يا أحمد، أشكرك يا حبيبي. علل ما يأتي. يلجأ تحلق الأسبيروجيرا للتكاثر الجنسي، متى؟
طبعا في الظروف الغير مناسبه، احنا قلنا بيعمل اقتران في الظروف الغير مناسبه اللي هي اختلاف درجه الحراره، البيئه اصبح الميه فيها مش موجوده، حصل جفاف، اي ظروف غير مناسبه يلجا للاقتران. ولو كان في عندي خيطين هيحصل اقتران السلمي، ولو في عندي خيط حلبي واحد هيحدث الاقتران الجانبي. تمام كده زي الفل. نكمل بس جزئيه كده معينه. كان معانا فيديو عن مراحل تكوين الجنين، وكان عندنا فيديو عن الولاده. نشوف طيب الفيديو دوت اللي هو عن الولاده ب 3D كده، كاني بقول ايه اللي حصل. طبعا طريقه الولاده زي ما انتم عارفين بيبقى راس الجنين الى اسفل، وجزء اللي هو ده اسمه عنق الرحم، بتفتح طبعا عنق الرحم، تبتدي تخرج يخرج الجنين من راسه، وده اسهل طريقه في الولاده. بيساعد على ذلك زي ما احنا عارفين اكتر ثلاث حاجات مهمين لازم تبقوا عارفينهم: انقباضات الرحم، قباضات الرحم، والريلاكسين اللي عمل ارتخاء في الاتفاق العاني، وما تنسوش السائل الرهلي اللي بيساعد عمليه الانزلاق. نستغله واحنا نتفرج على الفيلم، لكن ممكن نسمع علي سؤاله ونكتبه عبال ما نشوف هذا الجزء من الفيلم. علي ايوه علي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسن؟ الله يسلمك. الحمد لله. إيه كان عندي ثلاث اسئله. طب عندك كتير كده يا علي. إيه نقص الثيروكسين في البلازين. لا سؤال اولاني، وتسمعني صوتك قوي كده. بقول لحضرتك نقص الثيروكسين. نقص الثيروكسين. في البالغين يسبب البلانة. في البالغين يسبب البلاهة؟ ده. ده علل ولا ايه ده؟ علل. مش صح ما تحت خط يعني. لا هو علل. نقص طيب. الثيروكسين. وفي البالغين. في البالغين. يعني اكتمل النمو العقلي. ايوه. وعنده بلاهة. في حاجة مش طبيعية في السؤال. خلي بالك سؤال. قول سؤالك التاني. السؤال التاني عدم زيادة طول الإنسان. عدم زيادة طول الإنسان. إذا حدث زيادة في إفراز هرمون النمو بعد البلوغ. عند زيادة إفراز هرمون جي اتش بعد البلوغ. ثالث. في معلش ليا طلب يا أستاذ بس مش عارف بقى يعني حضرتك. اطلب يا علي. في رسمة في الدليل تقويم يعني البنكرياس يعني. مش عارف اوصفها لحضرتك يعني. طيب احنا هوعدك باذن الله في الحلقات المراجعه انا هجيب معايا كتاب دليل تقويم معايا هنا، انت بس تقول لي صفحه كذا سؤال كذا، انا افتح انا عندي الصفحه والسؤال ونبتدي نوريه على الداتا شو اللي موجوده معانا، بروجيكتور تعرض لك الصوره ونشرح عليها عشان الاسئله تبقى فيها صور. شكرا يا علي. نقص الثيروكسين في البالغين يسبب البلاهه، هل ده منطقي؟ لا طبعا. ليه؟ لان البالغين اكتمل نموه العقلي واكتمل نموه البدني، لكن يأثر على البدانة. لما ينقص الثيروكسين يقدر الجسم يمتلئ ويبقى عنده بدانة مفرطة وتنخفض درجة حرارته ويشعر بالبرودة وتقل ضربات قلبه، لكن ما يصابش بالبلاهة، لكن يبقى عنده ممكن نقول في بطء في التفكير، في تأخر شوية في التفكير. لكن في الأطفال يعني لو انا عدت السؤال ده وقلته نقص الثيروكسين في الاطفال يسبب لها، هو اكثر واقعيه من البالغين. ده كان السؤال الاولاني. السؤال الثاني استاذ امل بيقول عند زياده طول لا عدم زياده طول الانسان لما بيزيد افراز هرمون الجي اتش بعد البلوغ. احنا عارفين ان الهرمونات بتفرز بمعدل معين في مراحل معينه. طيب جي اتش زاد بعد البلوغ، قبل البلوغ بيعمل عملاقة، طب بعد البلوغ بيعمل حالة أكروميجالي. لا الأكروميجالي هنا بقى هل بيزداد استطالة ولا بيبقى أجزاء معينة من الجسم؟ الأجزاء معينة هي الأجزاء العظام البعيدة، أجزاء أطراف العظام البعيدة، يعني عظام الوجه، عظام الكفين، عظام القدمين، يعني حصل تغيرات أهو بس في العظام البعيدة. يبقى التغير فعلا حدث استطالة، حدث نمو. مين قال ما حدثش نمو؟ حصل بس حدث مش نمو مش فكرة. ولدرجة ان بيكون يمكن لما نشوف ناس عندهم حالة أكروميجالي لا زاد في الطول واستطالة العظام، لما تستطال العظام والأطراف الرجلين والإيدين ده يؤدي إلى استطالة في الجسم كمان. آية من الوادي. يلا عليكم السلام آية. كان معايا سؤال آخر. اتفضلي.
إذا كان عدد الصبغيات في النواة إذا كان عدد الصبغيات في النواة أنبوبية سين كم؟ الأنبوبية سين الأنبوبية سين أي عدد الصبغيات في النواة الذكرية؟ فإن عدد الصبغيات في النواة الذكرية وعندك أربع بدائل نص سين ولا سين ولا اثنين سين ولا ثلاثة سين آية عندك سؤال تاني؟ آه طب بسرعة يحتوي كل كيس في موتك إحدى الأسهار على خمس خلايا يحتوي كل كيس في موتك إحدى الأسهار كل موتك في إحدى الأزهار على خمس خلايا جرثومية أمية ها في ضوء ذلك إحدى عايزين بقى ثلاث أسئلة قولي عدد حبوب اللقاح في الموتك عايزين عدد حبوب اللقاح اللي في الموتك عدد الأنواع الذكرية في حبوب اللقاح عند الإثبات تمام وعدد الأنواع الأنبوبية في حبوب اللقاح تمام اشكرك يا آية اسمعيني بقى من التلفزيون سؤال أولاني أستاذة أمل سؤال اختيار متعدد بيقول إذا كان عدد صبغيات في النواة الأنبوبية سين فإن عدد صبغيات في النواة الذكرية كام؟ طبعا الأنبوبية دي خلية جسدية يبقى سين يبقى عدد الصبغات في النواة الذكرية برضو سين طبعا هي نواة موجودة نون أحادية المجموعة الصبغية لأن جاية عن انقسام ميتوزي كده كانت ميوزي وبعدين بدأت تديني ميتوزي في مرحلة من المراحل طبعا السؤال الثاني يحتوي كل موتك إحدى الأزهار على يحتوي كل كيس أو كل كيس كل كيس في موتك إحدى الأزهار على خمس خلايا جرثومية كم عدد حبوب اللقاح؟ طبعا لما الكيس الواحد فيه خمسة أنا عندي كم كيس؟ عندي أربعة أكياس كل كيس فيه كام؟ كل كيس فيه خمسة يبقى أربعة في خمسة بعشرين يبقى أنا عندي عشرين خلية جرثومية ولأن كل خلية جرثومية بتقوم بانقسام ميوزي ينتج عنها أربع خلايا يبقى هتنتج في النهاية 80 حبة لقاح دي السؤال الأولاني 80 حبة لقاح ولأن كل حبة لقاح عند الإنبات تحتوي على نواتين على نواتين ذكريتين يبقى في النهاية عندي 160 نواة ذكرية أما عدد الأنوية الأنبوية فهي تماثل عدد حبوب اللقاح لأن كل حبة لقاح فيها نواة أنبوبية واحدة وبالتالي يبقى 80 نواة أنبوبية بسيوني من أسيوط بسيوني ازيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت استاذ معلش تزويد الحلقات لو سمحت اتفضل يعني بدأ ساعة ساعتين يعني أنا في أزمة بسيوني أنت عايز الحلقة كام؟ بدأ ساعة ساعتين أنا في أزمة فعلا وأنا عايز أربع ساعات أنا في أزمة أنا عاوز ست ساعات خلاص متفقين عندك أسئلة؟ يا ريت لو سمحت عشان فعلا أنا بجد يعني منهار حاضر حاضر بسيوني هحاول مع إدارة القناة إن شاء الله نزيد عدد ساعات مادة الأحياء وأشكرك أنا بقول يعني رئيس قناة النيل التعليمية يا ريت لو سمحت عايز كده وأنا معاك بقول يا ريت أشكرك يا بسيوني عايزين بس نلحق نخلص بس آخر جزئية كده في حلقة اليوم من وسائل منع الحمل عندنا أربع وسائل هضطر أقولهم بسرعة عشان الوقت أقراص ولولب واقي ذكري وتعقيم جراحي أكيد كل واحدة ليهم فكرة الأقراص تمنع التبويض لأنها تحتوي على هرمونات صناعية من الأستروجين والبروجسترون أما اللولب بيتم تركيبه داخل الرحم عشان يمنع استقرار البيضة المخصبة الواقي الذكري يستخدمه الذكر في منع دخول حيوانات منوية إلى جسم أو إلى الجهاز التناسلي الأنثوي أما التعقيم الجراحي في الرجل هو ربط أو قطع قناتي وعائين اسمهم وعائي ناقلين اللي منع وصول حيوانات المنوية الشيء الثاني ممكن برضو قطع أو ربط أو قطع قناتي فالوب في المرأة لمنع انتقال حيوانات منوية إلى البويضة هذه هي وسائل منع الحمل بالصدفة احنا بصبح عددنا 90 مليون مصري عبد الرحمن من اسكندرية عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام أخبار الأمطار ايه عندك في اسكندرية الحمد لله طب وأخبار أسئلتك الحمد لله بس سؤال واحد بس عندي حتة أنا مش فاهمة دلوقتي لو البويضة بتطلع في اليوم الـ 14 يومين أو حاجة زي كده يعني 16 آخرها يعني في جسم الأنثى بتاعت الإنسان طب يعني لو حدث توقيح اليوم الـ 20 من بداية الطمس هيحصل إخصاب ولا لا هي عمر البويضة كام يا عبد الرحمن يومين ولا يوم إلى يومين وخرجت في اليوم الـ 14 وماتت في اليوم الكام 15
او 16 16 بالكتير 16 ده اقصى حاجه يعني. طيب والحالات الماضيه جت يوم 20 تعمل ايه؟ مش هتلاقي بويضه، يبقى لن يحدث اخصاب. عشان كده مهم جدا نبقى عارفين المواعيد، عمر الحيوان المنوي، عمر البويضه اللي لهم علاقه بتحديد الاخصاب. فعمر الحيوان المنوي من 2 ل 3 ايام يقدر ينتظر البويضه. فاذا وصلت الحيوانات المنويه في اليوم الثاني عشر من بدء الطمث يحدث اخصاب. كيف؟ والبويضه لسه ما خرجتش، لان البويضه ستخرج في اليوم الرابع عشر، ستجد الحيوانات المنويه موجوده حيه تستطيع ان تخصبها. وكذلك اذا دخلت الحيوانات المنويه في اليوم ال 15 من بدء الطمث سيحدث ايضا الاخصاب. لماذا؟ لان البويضه ستسقط في اليوم الرابع عشر وتقدر تستطيع الحياه حتى تصلها الحيوانات المنويه في اليوم التالي لها. عمر الحيوان المنوي من يومين لثلاثه، وعمر البويضه من يوم الى يومين. سؤال تاني يا عبد الرحمن. لا تمام، بس يا مستر برضك انا مش مقتنع بحكايه ان احنا بين 90 مليون يعني والاخصاب بيحدث بس في اليومين دول، بصراحه مش مقتنع. انت مش مقتنع؟ اه. يبقى انت مش فاهم الدرس. لا اصل برضك يعني هو انا هتبع نظريه كتاب الوزاره، بس انا يعني هو كده يعني عبد الرحمن. ايوه. يعني انت ازاي 90 مليون ازاي وفتره الاخصاب بتتم من خلال 3 4 ايام؟ هي انت وجهه نظرك كده، ان لما يكون الاخصاب بيتم من خلال 3 4 ايام ده كافي ان يتم فين؟ انه يقلل العدد ده، اذا كنت انا فهمتك صح. تمام يعني تسهل. صح. لا عمليه التزاوج بين الرجل والمراه تختلف عن الحيوانات. عمليه التزاوج بين الرجل والمراه ليست لها اي مواعيد وليست لها مواسم. في الحيوان بنسميه موسم تزاوج، فيتوقف نشاط اي حيوان ويجي عند موسم التزاوج يتزوج الذكر مع الانثى. اما في عالم البشر والانسان لا يوجد لهما موسم للتزاوج، فيستطيع ان الرجل ان يلتقي زوجته وتصل الحيوانات المنويه في هذا الوقت وتخصب البويضه، وهذه قدره من قدرات الله ان يتم الاخصاب في هذا الثلاث اربع ايام. ده نتيجة استمرار العلاقة بين الزوج والزوجة على فترات متقاربة. شكرك عبد الرحمن لسؤالك الغريب شوية. نيجي للتوائم. عندنا في التوائم نوعين من التوائم، توائم متماثلة وتوائم غير متماثلة. المتماثلة بتيجي منين أستاذة أمل؟ طالما توأم متماثل يبقى ده بينتج من بويضة واحدة مع حيوان منوي واحد، وبيبدأ يحصل الانقسام، بس أثناء التفلج والانقسام بينقسم إلى اثنين، وطبعا الاثنين دول بيكونوا متماثلين جنسا وشكلا صورة كربونية من بعض. تمام. يمكن لا يختلفوا إلا من خلال البصمة. لكن التوأم الغير متماثل أو المتآخي أو اللي بنسميه ثنائي اللقاحة، يبقى أنا عندي بويضتين مع اثنين حيوان منوي، كل واحد يبدأ ينقسم لوحده ويكون لي طفلين، يبقى الطفلين دول وجه الشبه بينهم إن هما شبه الإخوات فقط، بنقول عليهم متآخي. طبعا مختلفين في الجنس وقد يكونوا متشابهين في الجنس، لكنهم غير مش نسخه كربونيه من بعض. طبعا كان في توام ملتصق سيامي، بيطلق عليه السيامي. طبعا التوام السيامي ده كان توام ملتصق من الظهر، هو التوام السيامي وبيكون متماثل وعاش 65 سنه. تمام. فكل توام ملتصق سموه توام سيامي. فعندنا توام ايراني لو شفناه دلوقتي هلاقيه كان ملتصق من الراس وعاشوا 28 سنه وهم بهذا الالتصاق اللي احنا شايفينه، لكن لما قرروا الانفصال ماتوا هما الاثنين، لان اكيد كان في اجزاء مشتركه في المخ. كان في برضو صوره برضو التوأم ملتصق التصاق غريب جدا من منطقه الراس بهذه الطريقه، وبرضو كان في جزء مشترك بينهم بالنسبه للمخ. التوائم اللي احنا شايفينها دي توائم متماثله اللي هي بقى ايه؟ صوره طبق الاصل. طيب بس احنا قلنا طبعا جزء عن بنوك الامشاج واحنا بنشرح، وبعدين الانويه اللي هي استبدال نواه نون مكان نواه اتنين نون مكان نون، دي في زراعه الانويه، وطبعا في اطفال انابيب. عشان كده دي تعتبر موضوعات بسيطه جدا. في ختام حلقه اليوم بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.